نهما يرفض المشاركة مع حزب الحرية في أي ائتلاف حكومي في المستقبل. البرلمان الأوروبي ينتقد فيتو النمسا ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى شنغن. النمسا مستمرة في استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات الأوروبية. ارتفاع حالات الإفلاس في النمسا بنسبة 13% في النصف الأول من العام. براءة سوري من تهمة التسبب في وفاة صديقته في مأوى للمشردين في فيينا. اعتقال 13 شاباً من النمسا وسوريا باعوا مخدرات بأكثر من 2 مليون يورو. والعواصف تتسبب في خسائر تقدر بأكثر من 2.5 مليون يورو.